عقيدة عسكرية موحدة تضع الجيش السوداني والحركات المسلحة في خط واحد بتوقيع اتفاق الترتيبات الأمنية مع مسار دارفور، فالاتفاق يعلن بداية فصل جديد من الواقع العسكري بالإقليم والذي شهد القتال بين النظام المخلوع والحركات المسلحة حينا من الدهر. الحمد لله توصلنا لهذا الاتفاق النهائي الذي ينهي الاحتراف في السودان، ينهي كل الصراعات التاريخية والخطايا التاريخية التي ارتكبتها المؤسسات العسكرية والسياسية التي تعاقبت على السلطة في السودان. اتفاق الترتيبات الأمنية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بمسار دارفور نص على دمج قوات الحركات في الجيش السوداني، إلى جانب تكوين قوة مشتركة لحماية المدنيين في إقليم دارفور، الأمر الذي كان صعبا لولا إرادة الأطراف وحكمة الداعمين. أهم ملف من الملفات اللي الناس كانوا بترقبوها بيفتكروا أنه ملف عائق ممكن من انتهاء الملفات كلها، لكن بفعل إرادة الأطراف طرفي التفاوض تغلبوا على كل الصعاب بوجود برضو المسهلين الدوليين، فتقلب على كل هذه الصعاب والآن بقى أمر واقع. مراقبون وصفوا الاتفاق بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالإنجاز الكبير. معروف أنه تفاصيل القضايا الأمنية كثيرة، ويبدو أنه هذه الخطوة تعد إنجاز كبير للأطراف، لأنه الاتفاق على الملامح العامة في القضايا الأمنية والخاصة بدمج القوات والخاصة بتحديد مواقع القوات والخاصة بوضع جداول زمنية خاصة بتنفيذ كل البنود المتفق عليها يعتبر خطوة جبارة وكبيرة وهو لب اتفاق السلام. ويتكون مسار دارفور من 5 حركات مسلحة تمتلك جيوشا شاركت في القتال من أجل إسقاط النظام المخلوع لوقت طويل. شوط طويل قطعه اتفاق الحكومة السودانية والحركات المسلحة بمسار دارفور بتوقيعهم على اتفاق الترتيبات الأمنية ليكتب بداية جديدة ويعلن نهاية حوار البندقية. أحمد العربي، قناة الغد، جوبا.